الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بفياروس كورونا والمخالطين في حالة إسهال من شدة الخوف، أعلن بيان للوزارة الأولى إصابة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بفياروس كورونا والمخالطين من حاشيته والمحيطين به في حالة إسهال من شدة الخوف. وذكر البيان بأنه وفقا للتعليمات الطبية فقد دخل الوزير الأول في حجر صحي مدته 7 أيام ابتداء من اليوم في انتظار إجراء فحص آخر. وشدد البيان بأن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيواصل خلال هذه الفترة القيام بمهامه عن بعد لعقوبة الأمر وباقي التشكيلات الوزارية والحكوميات والحزبية، ونسأل الله العافية للشعب من الفلوس. يا تبون ما هي ماشية معاك هذه مدة الروح الرقي الواجب دل روحك خير للشعب ما هو راضي عليك ما هو راضي على عصابة الجنرالات. الجزائر تستبدل تقاسم اللقاح مع تونس بـ1000 متر مكعب من الأكسجين، كشفت مصالح الجمارك التونسية عن دخول 1000 متر مكعب من الأكسجين كهب من الجزائر إلى المصالح الطبية لتونس، حيث قامت برفع الطرود المورد بالمكتب الحدودي بمطار تونس قرطاج في إطار هبة لفائدة المستشفيات الجهوية بولاية القيروان. تم تحويل الهبة الطبية الجزائرية لفائدة المصالح الطبية بساقية سيدي يوسف، وذلك لفائدة المصالح الصحية بالجهة، في انتظار وصول حصة تونس من تقاسم اللقاح مع الجزائر.